Hello guys, how are you? I hope you're fine. Today, as usual, we will continue to complete the sentences. اليوم كالعادة راح نكمل سلسلة تكمال الجمل باللغة الإنجليزية إن شاء الله. Then let's get started. الجملة الأولى كيف تقول مثلا حاول مرة أخرى. You can try a few times. You can try a few times. ومعناها حاول مرة أخرى. الجملة الثانية pull yourself together. Pull yourself together ومعناها تمالك نفسك أو تماسك. الجملة الثالثة hit the sack. Hit the sack ومعناها الذهاب للنوم. الجملة الرابعة easy does it. Easy does it ومعناها تمهل أو على مهلك. الجملة التي بعدها I'm hooked on pizza. I'm hooked on pizza يعني أنا مدمن على البيتزا. Hooked in hooked on هنا بمعنى مدمن، تمام؟ الجملة اللي بعدها والأخيرة I feel terrible. I feel terrible ومعناها أنا أشعر بإحساس فظيع، تمام؟ الجملة الأولى You can try a few times. You can try a few times. You can try a few times ومعناها أنت تستطيع أن تحاول مرة أخرى. الجملة التي بعدها Pull yourself together ومعناها تماسك. تماسك نفسك. الجملة التي بعدها hit the sack ومعناها الذهاب للنوم. الجملة التي بعدها easy does it ومعناها تمهل. I'm hooked in pizza. I'm hooked in pizza ومعناها أنا مدمن على البيتزا. الجملة التي بعدها I feel terrible معناها أنا أشعر بإحساس فظيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye. See you soon and good luck.